السؤال اللي جاي سؤال في القدرات الذهنية بين اتنين شاطرين جدا جدا في القدرات الذهنية. فعلا خد نفسك، لأن أحمد صلاح شاطر وأنت كمان شاطر. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 182 على 13 في 7 زائد 299 يساوي كام؟ 182 على 13 367. إجابة خاطئة. ٣٩٧. إجابة صحيحة. هارد لك يا أحمد يا صلاح، هارد لك، برافو عليك يا ربيع. السؤال كان صعب جدا طبعا، سؤال مش سهل، وانت استعجلت قوي، يعني كنت عايز ثانية ثانيتين كمان. محمد ربيع خدت نفسك وخدت العشر نقط، النتيجة اتغيرت 100 عمر بن الخطاب الحومدية الجيزة، 30 ستيم بني سويف. هارد لك يا احمد، معلش هارد لك.